لنا قد ايه يا خالتي؟ القصه مطوع من رجاله الحاره وهيوضب الشقه لاخويا الدكتور. خلاص نبقى نشوف محامي تاني. معقوله يا طنط هتقولي لي الترنيمه كلها في التليفون؟ انت عارفه تمن جيله المكالمه كام دولار؟ ارجوكي اديني فاجي بسرعه. عودة لحضراتكم مرة أخرى ورتم سريع للبرنامج وفقرات متوالية. المرأة بتثبت وجودها في كل مكان. اقتحمنا بعض المجالات يمكن اللي كانت يعني بعيدة علينا زي المجال اللي شفناه منذ قليل، مجال الشرطة أو مجال القوات المسلحة، مجالات أخرى، لكن المرأة وطبيعتها الحساسة والمبدعة دايما بتخليها تتميز جدا في المجال الفني، خصوصا إذا كان هذا المجال بيدخل لكل بيت وبيعلم في حياة الناس ووجدانهم، لأنه بيعملهم نوع من التطهير لما يتفرجوا على مسلسل جميل أو على فيلم راقي أو على مسرحية تدلهم يمكن على هدف نبيل أو طريق جميل. النهاردة معنا فنانة كان لها إسهام كبير جدا في كل هذه المجالات، اشتغلت في المسلسلات واشتغلت أيضا في المسرح وليها برضو بعض التجارب السينمائية حديثا. أهم أعمالها فارس بلا جواد، يوميات ونيس، يا رجال العالم اتحدوا، قصة إسماعيل ياسين، منتهى العشق وغيرها من الأعمال الجميلة. يسعدنا أن نستضيف اليوم الفنانة جميلة عزيز، أهلا بيكي ويسعد صباحك. أهلا بيكي، وأنا مبسوطة جدا أن أنا معاكم النهاردة، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والإخوان المسيحيين طيبين. النهاردة حد الزعف وطبعا بتمنى لهم السعادة والرضا، ويا رب يقضوا يوم جميل النهاردة. يا رب إن شاء الله. أكيد حب إن شاء الله جميل طالما اصطبحنا بوش جميل زي حضرتك كده. بس على مسمى أستاذة جميلة، يعني كلمينا زي بداية المشوار كانت معاكي. بداية المشوار كانت مع الأستاذ الكبير الأستاذ محمد صبحي، في لما كان عامل ورشة مع مجموعة من الفنانين، كنت أنا ضمنهم وكده، كانت مسرحية بالعربي الفصيح، وانضميت للفرقة. وبعد كده بقى كملت المشوار بقى مسرحية ماما أمريكا ومجموعة المسلسلات كلها اللي عملها بعد كده، يوميات ونيس وفارس بلا جواد وحاجات كتير بقى، مسلسلات كتير. التواجد مع محمد صبحي يعني مدرسة كبيرة جدا، وممكن تحطلك يعني قواعد ما تقدريش بعديها تشتغلي مع اي حد بسهوله، لان له قواعد صارمه. يعني صارمه بالظبط. التواجد مع محمد صبحي المدرسه الكبيره دي ايه اللي بتضيفه لاي شخصيه بينضم اليها؟ وهل ممكن انها تحبسك في اطار معين؟ يعني هي بتفيد اكيد، لكن هل هي ممكن تكون منغلقه جدا بتقاليد مسرحيه صارمه، ممكن من الصعب انك تشتغلي مع حد تاني بعديها؟ هو مش من الصعب، بس لما بتخرجي بره بتتضايقي ان انت لو لقيتي في عدم التزام او تهريج او عدم التزام بالنص او باللبس او بالمكياج او نقط معينه كنت ملتزمه بيها مع الاستاذ محمد صبحي ما لقيتهاش في مكان تاني، بتعب نفسيا، بحس ان انا ما بعملش فن، بحس ان انا بهرج. او لما بلاقي غيري بيعمل كده برضو بحس ان هو مش فنان، اللي ما بيكونش ملتزم بحس ان هو مش فنان. التزام ده في كل حاجه طبعا، مواعيد، لبس، نص، كل حاجه في الفنان لازم يكون ملتزم. طبعا هو خطه كوميدي استاذ محمد صبحي، وهادف. كوميديا هادفه. لكن يعني الكوميديا ممكن تكون انت عاوزة تعملي قماشة اوسع من كده، او تبيني قدراتك في مجالات اخرى بقى تراجيدية شوية درامية بشكل اكبر. اشتغلتي ايه تاني ممكن يكون بيبين الجانب ده من شخصيتك؟ في مسلسلات تانية طبعا، يا رجال العالم اتحدوا، والنساء قادمون، وياسين اسماعيل ياسين، مسلسل ياسين اسماعيل ياسين كنت طالعه دور رقاصه، كان حلو، كان كوميديا ورقاصه ودراما، شامل كل حاجه، مع الدكتور محمد عبد العزيز، خرج الدكتور محمد عبد العزيز. وعملت الداعيه، كان درامي شويه وسياسي شويه، كان السنة اللي فاتت، اخرج الأستاذ محمد العدل، وحقق نجاح كبير الداعية طبعا. لأ، عملت مجموعة أخرى، خرجت من الإطار شوية اللي أنا كنت ملتزمة بيه مع الأستاذ محمد صبحي، اللي هي الشخصية اللي كان مركبها لي وكده. نوعت يعني في الشخصيات الأخرى في مسلسلات تانية، وعملت السنة دي دخلت السينما، مجال السينما.
ده عايزين نتكلم عنه. يعني دايما اقتحام السينما بيبقى اصعب من المسلسلات او من المسرح، يعني لما الانسان ما بيبتديش سينما بيبقى صعب عليه انه يقتحمها بعد كده. واجهتي صعوبه في انك انت تدخلي السينما؟ ويعني حضرتك متواجده في الفن من فتره طويله، من فترة لكن السينما جت متاخره شويه. ليه؟ هي السينما انا عملت زمان فيلم تلفزيوني كان اخراج الاستاذ حسن ابراهيم، بطوله ماجد المصري وشيرين، كان فيلم حلو أو اسمه الحرب العالمية الثالثة، كان بيجي دايما في التلفزيون، كانت نوعية حلوة. بس بعد كده بقى دخلت تاني، رجعت تاني مع الأستاذ محمد صبحي، كملت معاه مشوار المسلسلات، كان فيلم حلو فكرته حلوة يعني. وبعد كده رجعت تاني السنة دي عملت 3 أفلام سينما. كلمين عنهم بقى أيهم؟ تفاحة آدم إخراج الأستاذ هشام العيسوي، فيلم حلو قوي بطولة صلاح عبد الله وبطولة عمرو سعد، مجموعة جميلة جدا وفكرة جميلة، مش عايزة أحرقها طبعا عشان هتنزل سينما. وعملت ابن قار، بيتكلم عن البنات اللي هم مش متعلمين، اللي هم ملهمش أهل، اللي بيلتقوا للطرق الرخيصة زي الكبريهات زي الشحاتة كده يعني. والفيلم الثالث اسمه عزازيل، هو فيلم رعب، أول نوع من أفلام الرعب في مصر بتاعنا. هي دي من رواية عزازيل المشهورة ولا بس الاسم مشابه؟ لا، هو النبذة، الفكرة فقط لا غير، واخد الفكرة لكن مش واخد الرواية ككل. لا يا فندم، لا 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 خالص خالص، هو واخد الفكرة بس. إخراج الأستاذ رضا الأحمدي وسيناريو وحوار عمرو، أخو الأستاذ رضا، عمرو الأحمدي. فكرة جميلة وكان فيها مجموعة من الفنانين برضو، مدام عفاف رشاد، روان فؤاد، مجموعة جميلة يعني من الفنانين والفنانات. الإنتاج السينمائي يعني بيواجه مشكلات كبيرة جدا اقتصادية، خاصة يعني ما بعد الثورة، وكان في فترة ما بننتجش فيها تقريبا حاجة، وده خلى نوع معين من الإنتاج هو اللي يسود، هو إنتاج يعني مخاطب للحواس شوية. حتى إن البعض بدأ دلوقتي يطلق دعوة لمقاطعة يعني هذه النوعية من الأفلام. رأيك إيه؟ يعني هل إحنا محتاجين للإنتاج إن هو يستمر حتى لو كان يعني بعيد شوية عن الأخلاقيات العامة علشان ندفع بالعمل السينمائي لغاية ما هو يطور من نفسه، ولا أنت مع حملة مقاطعة كل ما هو منافي للأخلاقيات والذوقيات العامة؟ لا، أنا مقاطعة طبعا له كل اللي هو منافي للأخلاق وللعادات والتقاليد اللي إحنا متربيين عليها، عشان في جيل طالع مش عايزينه ان هو يتفرج، ودايما بيلتجئ طبعا للسينما، للتلفزيون، للحاجات دي طبعا، للنت، فمش عايزين ان هو يتعلم الحاجات دي عشان ايه؟ ما يطلعش عليها، ما يفهمهاش ويتعمق فيها ويعملها، يعملها في حياته. بالذات اكتر حاجة الطفل بيتطبع بيه التلفزيون، لما بيشوف فيلم سينما او مسلسل بيتطبع بالعادات اللي بيشوفها. فطبعا انا ضد الحاجات دي، طبعا مش كويسه طبعا. قطاع الانتاج كان له يعني دور كبير جدا في انتاج نوعيه مميزه من الافلام في وقت مضى. للاسف الموضوع ده يعني انتهى تماما دلوقتي. شايفه هل ممكن قطاع الانتاج او التلفزيون المصري يعود الى سابق عهده في تبني افلام هادفه زي الاول؟ اكيد طبعا ان شاء الله. يعني احنا دلوقتي احسن من الاول، واحنا يعني انت عارفه حضرتك احنا بنتقدم، يعني في حاجات احنا كنا رجعنا فيها في الاول ايام الثورة وايام اللي حصل ده، وقفنا شوية بس رجعنا نعيد تاني انتاجنا. وطول ما في حب وفي اصرار وفي عزيمة ان احنا نعمل حاجة كويسة، ان شاء الله هنعمل، وان شاء الله التلفزيون يرجع احسن من الاول ان شاء الله. حضرتك طبعا كل واحد له سمات وملامح ممكن تفرض عليه اداء نوعيه معينه من الشخصيات. مثالي انت ممكن تكوني اتظلمتي بانك بلوند، يعني يعني اجنبيه شويه، مش ملامح بقى اللي هي الملامح المصريه الصرفه اللي متعودين عليها. هل شكل الممثل ده ممكن فعلا يحبسه في نوعيه معينه من الادوار، وممكن ازاي يعني يتخلص منه؟ احنا شفنا ناس استطاعت التخلص من الفكره دي زي احمد زكي الله يرحمه، او ناس عظماء. لكن على المستوى الانثوي، هل المراه ممكن تتخلص من الموضوع ده برضو ولا؟ ممكن تتخلص من خلال الاداء، من خلال اللبس، من خلال اللهجه وهي بتتكلم، من خلال المكياج. فممكن ان هي يعني تبعد شويه عن شكلها، عن الاطار اللي هي محبوسه فيه. يعني في اساليب معينه ممكن تبعد عنها الاطار اللي هي محبوسه فيه. كل واحد من الفنانين بيعمل مجموعة من الأدوار قد تكون هي اللي موجودة أو المتوفرة، لكن بتظل أدوار معينة في مخيلته بقى نفسه يعملها.
ايه الدور اللي نفسك تعمليه او شايفه ان هو ده اللي هيفجر طاقات جواكي جديده لسه ما ظهرتش للناس؟ لا حاجات كتير. زي ايه؟ يعني زي مثلا مشاكل المرأة. نفسي يعني فاكرة حضرتك الفيلم اللي عملته فاتن حمامة مع مدام أمينة رزق وكان مين؟ أريد حلا؟ أريد حلا بالضبط. نفسي أعمل الشخصية دي، أتكلم عن مشاكل المرأة اللي هي بتعصرها في يومها، سواء المرأة المطلقة، المرأة المتزوجة مع أولادها مع جوزها في عملها، البنت اللي ما اتجوزتش خالص، البنت اللي أول ما تتخرج من الجامعة مش لاقية شغل، مشاكل المرأة عموما على مراحل سنها يعني. خصوصا أن أريد حالا ده ساهم في تغيير قوانين الأحوال الشخصية للمرأة، فياريت نرجع. أنا نفسي نعمل أعمال كده يعني بتساعد على حل مشاكل المرأة في حياتها. ياريت ياريت يعني يكثفوا مجهودهم أن هم يشوفوا، مع أن المرأة نص المجتمع يعني. المرأة مهمة جدا، المرأة ده هي القائد في البيت، هي اللي بترشد الولاد، بتشوف حلول لمشاكل البيت، هي اللي شايلة البيت على دماغها. بس ليه لغاية دلوقتي دايما البطولة رجالية؟ يعني البطولة النسائية قليلة جدا في السينما، عادة الحدوتة بتعتمد على الرجل والمرأة للأسف بتلعب دور المساند. بالظبط. امتى هنلاقي قصة بتعتمد على المرأة يعني بيكون فيها، والمرأة فعلا عندها قصص ربما أكتر من الرجل، من قصص الرجال في الواقع؟ هي كل حاجة في هي المجتمع نفسه. المرأة المسألة مسألة ايه؟ مسألة سيناريست مش متحمس، ولا مسألة شباك بيفرض وجود رجل فنان رجل في السينما؟ لا لا مش شرط، لا بالعكس، ده الشباك عاوز كمان انه يكون في مرأة، يكون في دور للمرأة في العمل. لازم تكون المرأة موجودة، لا يمكن عمل يكون من غير مرأة. بس هم مكثفين المشاكل على الراجل بس، ان هو الراجل يكون البطولة، فلازم يكون في فكرة ان احنا ندعمها تكون للمرأة، حل المشاكل. مع ان المرأة دي عندها مليون مشكلة، مليون مشكلة في حياتها، ليه ما ندرسهاش؟ ليه مثلا لما ندرس مشكلة للمرأة تحل مواضيع اخرى في القانون زي اريد حلا؟ حضرتك قدمتي ادوار كتيره ومع محمد صبحي برضو بوجهه نظره، ولينين الرملي كان مصاحب ليه فتره من الفترات وكانوا عاملين مع بعض ثنائي حلو جدا. برضو ساهموا في تغيير حاجات، على الاقل في تغيير وجدان الاطفال. حضرتك شاركتي في يوميات ونيس، تقريبا كانت 7 اجزاء. لا 9 ما شاء الله. طيب 9 اجزاء ربوا جيل كامل، يعني اعرف انا اطفال تربوا على يوميات ونيس دول وشربوا منها المبادئ دي. ده اللي انا بقول عليه، ان احنا يعني زي يوميات ونيس دي ربت اجيال وعلموهم مبادئ معينه وفهموهم ايه الصح من الغلط، وحصل تبادل افكار بين الاب والام والاطفال، بقى في ترابط افكار، تبادل افكار. يعني دايما الام تقول له فاكر بابا ونيس في المسلسل كان بيعمل ايه، ليه ما تعملش زي مثلا ابنه مثلا الكبير كان بيعمل كذا، ماشي على نوعيه كذا. يعني كانوا بياخدوا المعلومات اللي كانوا بيعملها وماشيين عليها، بعض اهالي كانوا بيقولوا لي كده. شايفه انه يوميات ونيس دي لو عملت جزء تاني ممكن تلاقي نجاح، ولا طبيعه الاطفال وطبيعه الجيل اتغيرت، ما بقتش من النوع اللي ممكن تستقبل دراما وتتاثر بيها، والتاثر بيكون بقى بوسائل نت، باصحاب، باي حاجه تانية؟ يعني هل الدراما فقدت قدرتها على التاثير وعلى يعني تربيه نشأ وعمل افكار في دماغهم مختلفه؟ بالعكس، ده الدراما بتاثر في البيت المصري جامد جدا، وبيتاثروا بالمبادئ الصح. والمفروض يعني الرق برضو على الأهالي لما بيلاقوا في نوعية وحشة مثلا أو نوعية مش كويسة في عمل درامي، يعني هم يقطعوا مثلا العمل ده، ما يتفرجوش عليه، أو يقولوا لهم ده غلط، يفهموهم إن لو اتفرجوا عليه لا ده ما يصحش، ده مش أصول، ده خارج عن النطاق عاداتنا وتقاليدنا كده يعني. خدتي تجربة المسرح وتجربة التلفزيون وتجربة السينما، الفروق الأساسية، لأن دايما بنسمع عن المسرح ده بياكل من عمر الممثل ومحتاج تركيز ومحتاج جداً. يعني جداً. تواجد كبير جدا. تجربتك في المسرح، وهل أنت بتفضل أي لون من الألوان الثلاثة؟ أنا بحب المسرح أكتر حاجة، المسرح بحس إن أنا فنانة على المسرح، لما بقف وبنسى نفسي وبأدي وبندمج في الدور، يمكن عشان كانت بدايتي المسرح، والأستاذ محمد صبحي حببني في المسرح، حببني جدا في المسرح. بحس إن إحنا في الآخر بعد ما بنخلص المسرحية وبنقف نحيي الجمهور، بحس إن أنا عملت عمل يعني راقي، عمل مبدع، إن أنا قدمت فيه فن.
يعني لما بتكوني مواجهة للجمهور غير لما تكوني قدام الكاميرا. ورد الفعل اليومي ده مرعب، فظيع فظيع. وكل يوم بحس ان انا النهارده اول يوم اعرض فيه المسرحيه، ما بحسش ان انا رتم يعني كل يوم كل يوم ان انا خلاص اتعودت على كده، لا بحس ان انا كل يوم بجدد من احساسي، مش من الكلام، مش من الحوار، لا من الاحساس، من الاداء. حابه دور ليكي يا جميله عملتي ايه؟ انا كل الادوار بحبها، كل الادوار، كل حاجه بتعلم فيا، بتعلم فيا نقطه معينه. كل المسلسلات وكل الادوار وكل الشخصيات حباها، مفيش حاجه بفرقها عن حاجه خالص. انا بشكر وجودك معانا، ربنا يخليك. كده كان اطلاله سريعه معاكي على المشوار اللي عملتيه خلال السنوات اللي فاتت. في مسلسل السنه، اتفضلي اخر اخبارك الفنيه نختم بيها. المسلسل الجديد ايه؟ ان شاء الله في مسلسل السنه دي هتشوفه في رمضان اسمه تفاحه ادم، اخراج الاستاذ علي ادريس، وبطوله ريم عبد الغفور، خالد الصاوي، بشرة جميل عزيز. يا رب ان شاء الله يصادف كل النجاح والتوفيق، وبشكر وجودك معانا وبتمنى لك كل خير في باقي مشوارك الفني يا رب ان شاء الله. الله يخليك، ميرسي. وانا ميرسي، وبشكركم جدا جدا على تواجدي معكم النهارده في يسعد صباحك دايما ان شاء الله. ميرسي، ميرسي لحضرتك. ولسه لقاءاتنا متواصله مع الفن، مع الفن ابتدينا ومع الفن هننتهي. الفقره الاخيره ان شاء الله فقره فنيه ايضا مع فرقه ابو القاسم، يا ترى هتقدم لنا ايه؟ اهم فقراتها، اهم اعمالهم، هنعرف كل ده بعد شويه. خليكم معانا.